مساء الخير واهلا بحضراتكم في المواجهه. ضيفي النهارده في المواجهه هو علامه في مجال الطب والصحه في مصر، بيطلق عليه مرضى وزملائه ومحبينه بيطلقوا عليه القاب كثيره، منها عميد الاطباء، حكيم الاطباء. الحقيقه من الالقاب اللي انا بحبها جدا ليه الطبيب الفيلسوف، لانه بيربط الطب باشياء كثيره جدا في حياتنا. عايزه اقول لكم انه حتى قبل ما نبدا دلوقتي ضرب لنا كده مثال، يعني فسر لنا شيء كلنا بنشوفه وبنحس بيه في حياتنا، وربطوا بالطب بقى وبالعلم الطبي الحقيقه بشكل ممتع للغايه. وده اللي كل اللي بيتفرج عليه او بيسمعه او بيحضر محاضراته، اللي هو بقاله دلوقتي ما شاء الله 43 سنه بيقدمها لطلابه لطالبي العلم بشكل عام مجانا. الحقيقه يعني بيشرح كل هذه الامور الطبيه والحياتيه والانسانيه والعلميه بشكل مبسط بشكل ممتع للغايه. بيتقال عليه كمان انه جابر للخواطر، لانه هذا الطبيب يعني ما بيتعاملش مع الطب على انه هو مهنه يتكسب منها، ويقدر يتكسب منها بالمناسبه بعلمه وبخبرته الطويله، يقدر ان هو يتكسب منها كثير جدا، لكن هو بيتعامل معاها كما ينبغي ان يكون، كواحده من انبل المهن في التاريخ. وطبعا يعني سمعته معروفه في هذا الامر، هو ما بيحبش ان الناس تتكلم عليه كتير، بس احنا خدنا منه الاذن ان على الاقل مقدمه اقول اللي انا عايزاه، وبعد كده نحاول ان احنا نستفيد من تجاربه في الحياه ونستفيد من علمه. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي الدكتور الكبير الدكتور حسام موافي، استاذ طب الحالات الحرجه بكليه طب قصر العيني. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. اهلا بيك يا دكتور. يعني اسمح لي انا عايزه ابدا من البدايه او من الطفوله ومرحله الدراسه. حضرتك خريج مدرسه الأورمان، خريج الأورمان، وهي من المدارس طبعا العريقه بكل فخر. بكل فخر يا دكتور. يعني انا خريج الأورمان بكل فخر. قول لي ليه بكل فخر؟ واحنا عايزين نتكلم على المرحله الاولى دي علشان الناس يبقى في قدوه ويبقى في تجارب يقدروا يستفيدوا منها. هقول لحضرتك حاجه، المقارنه بين مدارس زمان ومدارس دلوقتي مش في صالح مدارس دلوقتي خالص خالص. ايه اللي حصل يعلمه الله. كل مصر تعلم المعاناه. عندنا اتنين، الصحه والتعليم، اللي هي الدنيا قايمه عليهم دلوقتي. طب التعليم باظ ليه؟ يعني عايزه جلسات كتيره جدا جدا. انما احنا حضرنا التعليم الحقيقي. كانوا 5 6 مدارس في مصر، الأورمان والنقرشي والهرميه والسعديه، 5 6 مدارس. الأورمان يعني نادرا لما تلاقي واحد فشل، نادرا. هبقى احكي لحضرتك فيها اسماء كبيره. الأورمان دي كانت الأورمان نموذجيه، وكانت هي موجوده الى الان في اول شارع البطل احمد عبد العزيز على اليمين، واحنا كنا ساكنين في البطل احمد عبد العزيز، فكنت بروح بالعجله، كانت سهله. بس مدرسه حضرتك انا الى الان ما انساش اساتذتي. ايه اللي ما تنساهوش فيهم؟ يعني مين اللي ما تنساهوش وما تنساش ايه؟ مدرس اللغه العربيه رحمه الله عليه الاستاذ صلاح ابو اسماعيل، رحمه الله عليه الاستاذ محمود قريطن، مسيو نعيم بتاع الفرنساوي، الاستاذ غبريال بتاع الانجليزي. ده فات سنين على الكلام ده، ومع ذلك لسه صوتهم في وداني، عشان كانوا بيعملوا مجهود. اولا ما كانش في حاجه اسمها درس خصوصي. ما كنتش بتاخد دروس خصوصيه. دي كانت عار. ليه؟ دلوقتي الدرس الخصوصي زمان كان عار، لان الطالب المتخلف اللي بياخده يعني يتشاور عليه ده بياخد درس خصوصي، يعني متخلف. دلوقتي الاوائل السناتر بتطلع الاوائل. ايه اللي حصل؟ فاحنا مدرسه بكل فخر يعني انتمي لها، مدرسه الأورمان النموذجيه. ايه اللي فاكره عن المرحله دي؟ هقول لحضرتك غير المدرسين والاساتذه، يعني حادثتين كويس، حادثه حلوه وحادثه مش حلوه. كنا المدرسه 6 أسر، 6 أسر، اسره احمس وتحتمس والمعز ومصطفى كامل. فانا كنت في مصطفى كامل، فكان التيشيرت بتاعنا كحلي والشورتات كحلي لجميع الاسر. لكن اللي بيتغير التيشيرت حسب الاسره. التيشيرت هو اللي يتغير، لكن الشورت كحلي. فاحنا كنا كحلي وكحلي. كان اياميها طالع البوتاجاز جديد، فعمال اللي كانوا بيوزعوا انابيب البوتاجاز كانوا بيلبسوا كده، فكانوا سمينا عمال البوتاجاز. فانا خلصت الحصه ونزلت للناظر، قلت له انا عايز اغير اسرتي. كنت عايز تيشيرت اصفر. مش حابب الالوان يعني، ولا زمايلك اللي حاببهم في اسره ثانيه بيتريقوا علينا، لابسين كحلي في كحلي، فشكلنا مش حلو يعني. قال لي هو عارف اسمي كويس، ومع ذلك قال لي اسمك ايه؟ قلت له حسام الدين احمد موافي. قال لي معاك شنطتك؟ قلت له لا فوق. قال لي اطلع هاتها. طلعت خدت الشنطه. قال لي روح بيتك، تيجي بكره مع ابوك، تبعت ابوه بكره حتى ما يعني كمان ما تجيش فبقول له ليه انا عملت ايه؟ قال لي بكره هتعرف. فروحت بدري بعد 3 حصص اترفدت يعني اترفدت امي لقتني ايه اللي حصل؟ قلت لها انا اترفدت وعايزين عملت ايه؟ قلت انا ما عملتش حاجه. فقالت لي لا يمكن، اكيد انت عملت حاجه يعني. ابويا راح تاني يوم حصل ايه؟ قال له عايز غير اسره. قال له يا احمد بيه، انا ابويا كان راجل كويس جدا، كان رئيس محكمه النقد فعقل. قال له يا احمد بيه انا بربيه. قال له تربيه؟ قال له لازم يعرف ان في حاجه اسمها انتماء. اسره مصطفى كامل يبقى في الاسره دي ويحبها وما يبقاش عايز يسيبها. انا ليه بقول الكلام ده؟ على اللعيبه دلوقتي يبقى في نادي معين وقرشين زياده ينقل نادي تاني، مدرب بيدرب والناس حباه جدا وشايلها فوق راسها ينقل بقرشين زياده. مهتم بالكوره يا دكتور حسام؟ كنت مهتم الى ان عدم الانتماء ده قرفني منه. بيضايقك الموضوع ده؟ قرفت. في فرق بين بيضايقني وقرفت. انا مش متخيل لاعب كان متربي في النادي وطلع كده ويلبس فانيلا تانيه. اللي حصل معايا اترفدت، رجعت تاني وتربيت على ان في حاجه اسمها انتماء لبلدي، لاسرتي، للمدرسه. انتماء. حضرتك ايه المشكله بتاعتنا السياسيه دلوقتي؟ عدم انتماء طبعا. اللي قاعد في اذاعه دوله بيشتم في بلده ده ما عندوش ريحه الانتماء، ويحرض بالضغط ويحرض وكده. فهو مشكلتنا جدا. قصه تانية بقى حلوه. فهي قصه على فكره، دي قصه حلوه يعني، حتى وان كان ساعتها حصل موقف اترفدت يعني. انا اسفه طبعا على اللفظ، مش لا اترفدت انا يعني، لكن هي حلوه لانه اتعلمت منها. انا اترفدت يوم حد ورجعت يوم 3. خدت اجازه يومين يعني. خدت اجازه ذاكرت يعني. كويس. القصه الثانيه بقى. القصه الثانيه كنا بنتغدى في المدرسه يعني، كان في الفسحه الكبيره غدا رز وخضار ولحمه وننزل كلنا. على فكره كانت بمصاريف زهيده جدا لانها كانت مدرسه حكوميه، فكانت المصاريف زهيده جدا يعني. فنزلنا يوم لقينا ورق 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 مش الغدا بتاعنا ده. فتحنا لقينا كباب رشتين وكفتتين وطحينه وكده، مش متعودين على كده. كلنا وانا ما بسكتش يعني. روحت البيت فحكيت لابويا وابويا ما بيسكتش. راح تاني يوم المدرسه يفهم ايه حكايه الكباب دي. يفهم حكايه الكباب دي. فقال للناظر هي الكباب دي ده بانتظام يعني؟ قال له لا يا احمد بيه، ده الفرن اتحرق اللي بيسووا عليه وانا ملتزم ادبيا، ابنك يروح متغدي. بص الاحترام. خلاص ابويا ما سكتش. رايح لوزير التربيه والتعليم وحكى له القصه. قال له خليك. وطلبوا الناصر. خد ساعه ونص عشان يوصل. راح له قال له الفلوس منين؟ قال له من جيبي. انا فاكر الرقم، فاكره كويس جدا. تصوري مدرسه بتاكل ب 416 جنيه كباب مدرسه. بس وقتها 416 ده مبلغ كبير، كانوا مبلغ كبير. دفعوا من جيبه. فالناظر الوزير وابويا قاعد والناظر قاعد. قال لي كتب شيكين، 416 صرفهم و416 مكافأة. دي مدرسة حكومية. أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة لفت نظري ليها وأنت بتحكي القصة دي يا دكتور. والد حضرتك قلت لي كان رئيس محكمة النقد وبالتالي كان رجل قضاء، وبالتالي العدل بيبقى مرتبط بيه يعني، بيبقى جزء كده لا يتجزأ من شخصيته. بتهيألي إنه يعني بحكم إن هو قاضي ورجل عدل ما هنش عليه انه يعني الناظر هو اللي يتكفل بكل ده. فقال لك يحقق له العدل صح. بانه يذهب للوزير. لا وهو راح يحكي للوزير. الوزير كان صديقه فبيحكي له، بيقول له حصل كذا يعني ياخد مكافأة الراجل ده او ياخد شهادة. قال لا، ياخد اللي دفعه وأدي اللي دفعه. مدرسة حكومية. حضرتك هاتي اجدع مدرسة في مصر دلوقتي انترناشونال خاصة، مين يعمل كده؟ لا صحيح، مين يعمل كده؟ والله بيدفع آلاف للطلبة وطالعين لا انتماء ولا هم يعرفوا بلدهم ولا لا حاجة. نصلح ده ازاي؟ يعني النهارده محتاجين نبتدي من جديد. هقول لحضرتك حاجة، هو يعني نسأل نفسنا السؤال، التعليم المجاني قرار صح ولا غلط؟ وطبعا أنا لست ضد إطلاقا إن الغير قادر ما يتعلمش، أنا مش كده خالص، لكن لازم ياخد فرصته. بس التعليم الفني اختفى. يعني حضرتك عشان تلاقي عامل إشاني دلوقتي تبحثي عليه لمدة شهرين، بينما ممكن تلاقي الدكاترة عاداتهم يعني في بطالة فيهم. فهل يعني التعليم المجاني أنا أخد القادر والنابغ وبس. القادر والنابغ. الأول ما أنا داخل الكلية مجانا، كانت أيامينا بفلوس مجانية تفوق. أنا داخل كده لا ده أنت حضرتك لو جبتي جيد جدا أول سنة تاخدي 17 جنيه كل شهر مكافأة. يعني ففعلا على الأقل حتى يبقى في حافز للطالب إن هو يجتهد ويتفوق. إنما حضرتك إن كل الناس دخلت الجامعة. طب وبعدين؟ كلية الحقوق في كام كلية حقوق؟ بتاخد كام طالب كل سنة؟ بيطلعوا يعملوا إيه؟ دي مهمة. كلية الطب عندنا 26 كلية طب. هل مصر في حاجة إلى هذا العدد من الدكاترة؟ ولا يعني حضرتك هتقولي الواحات ما فيهاش دكاترة، سوء توزيع. سوء توزيع فقط، إنما مش قلة دكاترة، مش قلة دكاترة. بعد ما حصلت على الثانويه العامه دخلت كليه الطب. لا احكي لك بقى في الثانويه العامه حصل ايه بقى. دي كان نفسك تدخل حقوق؟ انا هقول لك. قول لي. اولا كانت الثانويه العامه ايامينا مش تتعلق، تقرا. يعني الناظر يقف فلان الاول الثاني الثالث، فكنا كل واحد رايح بابوه. ففي واحد زميلي وحبيبي جدا عشان الناس تسمع كويس جدا جدا، طلع الاخير. جاب استاذ محمود؟ لا مش اسمي. طيب اوكي اتفضل. كان جايب 53%. فابوه ضربه وابويا قدامنا كلنا. الاخير دب 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 دب، لدرجه ابويا تدخل قال له يا اخي انت حتين وما يصحش. روحنا. بعد 30 سنه، بعد 30 سنه من التخرج، واحد بيكلمني يقول لي ما جيش اجتماع الأورمان ليه؟ قلت له اجتماع الأورمان ده؟ قال لي ده احنا بنتقابل في نادي كذا، واللي عايش عايش واللي مات نترحم عليه وكده. الدفعه يعني بتاعت الدفعه كل الأورمانجيه. فانا رايح بقى فاكر نفسي استاذ في كليه الطب بقى، وراكب عربيه حاجه عظيمه بقى. حاجه عظيمه كده. جيت اركن لقيت شيروكي كده وشيروكي كده ومرسيدس اس 500. ابعد. اتخضيت. قلت ده مين زميلنا؟ لا قلت ده مسؤول كبير. 100 ده مسؤول كبير في النادي يعني، وجاي بالصدفه. فبعدت فعلا، وبعدين نزلت لقيته الاخير. بوسته وحضنته. فلان قال لي وانت موافي؟ قلت انت ايه ده انت كنت جايب 53%. ايه اللي حصل؟ قال لي انا رئيس مجلس اداره شركه كذا. بقول للناس ان ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على كل حاجه على الارض. حتى وفي دي. الارض قطع متجاورات، والنخل والزيتون والرمان، إلا الرزق. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. وربنا سبحانه وتعالى عارف إن إحنا ضعاف النفوس. يعني إيه في السماء رزقي؟ مش هصدق. ربنا في القرآن لم يقسم بذاته إلا قليل جدا. قليل جدا. أقسم بذاته بقى، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض أنه لحق. أهو مثل أهو. اللي جاب 53% على ظهر الارض هو اغنى واحد فينا. مالناش دعوه تصرفاته ودينه، هيخش الجنه ماليش دعوه، انما وهو على الارض هو اغنى واحد فينا. عشان كده قلت يا دكتور انه يعني كنت من ضمن التصريحات اللي قلتها ونصايحك للناس انه مش مهم هتجيبوا كام خلص. يعني النمره كام ومجموع كام، لا لانه ده مش دليل على النجاح بعد كده في حياتك. انا بعمل محاضره في كليه الطب لما الولاد يتخرجوا وهيستلموا امتياز، بعمل لهم محاضره سنويه واقول لهم فيها اوعى تختار تخصصك اللي تعتقد انه بيجيب فلوس. اوعى تعمل كده. اشتغل ليه؟ انت بتقول الجلد دلوقتي اغنياء جدا، طب ما جايز دكاتره الجلد كلهم يشتغلوا ما عدا انت. الجراحين اغنى من الباطنين، ما جايز الجراحين يشتغلوا وانت في اول زايده تعملها عيان يجرى له حاجه وما تشتغلش. فكل واحد يشتغل هوايته، الحاجه اللي بيحبها، مزاجه. وكان هوايتك ايه؟ يعني قبل ما تدخل الطب او تختار الطب؟ بحب الكوره جدا، رحمه الله عليها. رحمه الله عليها. رحمه الله عليها فعلا. امتى كان رحمه الله عليها؟ لما اتشغلت بالطب ولا حاجة لما ما عجبكش الحال؟ لا، اما الناس ابتدت تعمل حاجه اسمها احتراف، انا مش فاهم يعني ايه احتراف. بيضرب في جزئيه. كنت بحب الكوره جدا جدا وبلعب كوره في النادي الاهلي، كنت بلعب كويس قوي قوي وبعوم كويس جدا الى هذه اللحظه، بس الكوره رحمه الله عليها بالنسبه لك. لكن لسه بتمارس هوايه السباحه؟ طبعا، عشان بس اشوف العيانين. ربنا يديك الصحه. الله يبارك لك يا حبيبتي. ليه الوالد ما شجعكش انك تدخل حقوق؟ وهل يوم ما طلعت الثانويه العامه نده لي، قعدنا في اوضه السفره هو بتاعه وجد جدا، وهو كان له تكشيره كده تخوف، قال لي هتكتب ايه؟ انا كنت احبه قوي، رحمه الله كنت احبه جدا، هو امي، فقلت له هكتب حقوق. قال لي اوكي اكتب حقوق بس ما ترجعش البيت تاني. ياه للدرجه دي؟ ليه بقى؟ هذا هو الاب اللي يعرف ابنه يصلح في ايه. قال لي انت شخصيه انفعاليه، ابعد عن قضاء. طبعا. فانا صدقته. بصي العكس تماما، القاضي لازم ينحي مشاعره وجانبه خالص. انا ما اعرفش. قال لي انت تنجح كطبيب عشان مشاعرك. ما كانتش خطرت على بالك فكره الطب ولا كانت هو اللي لفت نظرك كده؟ قال لي انت، بقول له طب انفع ايه؟ ما انت ابويا بقى. قال لي انت تبقى دكتور ناجح. والله دخلت الطب، بس حصل ان هو توفى قبل امتحان بكالوريوس ب 15 يوم. تاريخ وفاه ابويا 18 ابريل 68، انا خريج دفعه 68، كان الامتحان 1 مايو 68. فهو يعني رحل قبل ما يشوفني طبيب. لكن يعني على الاقل كان عارف ان شاء الله. الحمد لله يعني صلح مساري مستقبلي طبعا، وخلاص، وشايف انك في طب وباذن الله يعني تتفوق وتكمل. ده عكس اسر كتير، يعني اسر كتير بالعكس بتضغط على اولادها ان هم يدخلوا ما يعتقدون ان هي كليات القمه. حضرتك مع فكره انه في كليات قمه وكليات اخرى اقل اهميه والكلام؟ خالص. عايزه تتحكي. عايزه؟ طبعا. في واحد جاب 99.9 فدخل الطب، فعمل حاجه حرام بس هو عملها، راح يشوف كفه يعني. انا بسمع طلبه الطب بتوعنا، فالراجل اللي بيشوف الكف قال له بص يا ابني، انت اول 10 سنين في حياتك غلب وشقاء وفقر، وابوك هيبيع البيت اللي عنده، وامك هتبيع الذهب، وهتبيعوا الجاموسه اللي عندكم، هتتبهدل. فقال له 10 سنين، 6 كليه وسنه امتياز و3 نايب. قال له بعد كده بقى، قال له هتاخد على كده بقى. هتتعود على كده. هتتعود على كده. فهو ده الطب طبعا، مفيش حاجه اسمها كليات قمه خالص. انا اشتغل اللي انا نفسي فيه. وبعدين هتقولي انت كان نفسك في حقوق ودخلت الطب. بسرعه جدا اقلمت نفسي، بسرعه جدا. قلت انا هبقى دكتور هغطس في الطب يعني. طيب قبل بقى ما تغطس في الطب ونروح للجزئيه دي فعلا يا دكتور، ونشوف يعني ايه اللي شفته خلال مشوارك واهم ما تعلمته، بس الاول البعض بيطالب بتخفيض اعداد الطلاب في كليات الطب، زي ما حضرتك وانا معاه موافق على الراي ده جدا. جدا. هما كليه الطب عملت كده دلوقتي. بص حضرتك، هما ما فيش حد عنده الجرأه ان يقول احنا غلطنا في عدد في الاعداد والمجانيه والكلام ده. كليه الطب القصر العيني عامله جناح ل 200 طالب بيدفعوا 70,000 جنيه الطالب عشان يتعلموا. وانا ضد كده تماما تماما. يوم ما قالوا لنا كده في مجلس القسم كانوا بيشرحوا لنا، انا زعرت. قلت له 2 طلبه، واحد داخل ببلاش وواحد داخل 70,000. طب وبعدين لما يجوا يتعينوا نواب، طب وهم زمايل ازاي؟ طب ما تاخد من الكل 10,000 بدل ما تاخد. فيبقى في عدل حتى. لا زي حقوق فرنساوي، زي تجاره انجليش، هي مسمى، لان مفيش حد عنده الجرأه ان يقول احنا غلطنا وهنصلح. محدش عنده الجرأه دي. لو في جرأه كافيه يقولوا لا احنا غلطنا في نظام التعليم ونصلحه. ايه اللي خلى حضرتك تتخصص في طب الحالات الحرجه؟ فاقول لحضرتك احنا عندنا حاجه اسمها سب سبيشاليتي وسوبر سبيشاليتي. سب سبيشاليتي هي التخصص دقيق، التخصص العام، وسوبر سبيشال التخصص الدقيق. حضرتك عندنا مشكله في مصر ان ولد بيتخرج من كليه الطب، يعني مولود النهارده، بيشتغل جراح قلب وصدر من يوم ما اتخرج. دي كارثه، ده ما يعرفش جراحه عامه. هل هو بيبقى مؤهل لده في السن الصغير ده؟ لا، بالترتيب بالترتيب، هو الترتيب بتاعه كده. فطلع الاول هو اللي يختار، الثاني يختار، احنا النيابات بتبقى كده، كل واحد يختار اللي هو عايزه. امريكا مش كده، امريكا يشتغل جراحه عامه لمده سنه سنتين ثلاثه، بعد ما يخلص جراحه عامه يعلنوا مين عايز جراحه مسالك، انا مين عايز قلب صدر، انا. احنا ما عندنا السوبر سبيشاليتي دي من اول يوم. احنا انا ما عملتش كده، انا اشتغلت امراض بطنه لمده 15 سنه. بعد 15 سنه اخترت التخصص الدقيق وهو الحالات الحرجه، احد التخصصات بتاعت امراض بطن، زي القلب، زي الصدر، زي الاعصاب، زي الجلد، كل دول فروع امراض بطن. عشان كده الطالب الخريج الجديد بقول له انت مشرط ولا سماعه؟ حدد الاول شخصيتك ايه. يقول لي انا مشرط، اقول له اشتغل نسا جايز، جراحه جايز، عظم جايز، مسالك، بس لازم ياخد جراحه عامه الاول. فانا بنصح برضو ان البطنه تتاخد كويس جدا وبعدين يختار جراحه، تتاخد كويس جدا جدا وبعدين يختار. فهو ده اللي حصل معايا، ان انا كنت امراض بطنه، قعدت مده طويله، نفعتني جدا جدا. اولا في التدريس، انا بقالي 42 سنه الحمد لله، بفضل الله الحمد لله بدرس للطلبه، نفعتني. وبعدين نفعتني في تخصصي الدقيق، لان حضرتك ما ينفعش اطلاقا تشتغلي طب حالات حرجه ويجي لي مثلا واحد عنده تليف كبد ما اعرفش. فبالتالي لازم يكون عندك كل هذه الخبره قبل ما تتخصص. طيب اسمح لي هنروح لفاصل دكتور حسام موافي، وبعد الفاصل نرجع نشوف اكتر الحالات اللي ما تنساهاش، يعني او ابرز الحالات اللي ما تنساهاش من خلال عمل حضرتك اللي لغايه دلوقتي حاضره في ذهنك. وليه قلت ان الطبيب مش بس معالج لكن لازم يكون حكيم، وليه الدكتور، او مش ليه يعني، لان هي ممتعه بالنسبه لنا فانا مش بتساءل، ولكن ازاي جت فكره انه الدكتور حسام دايما يعني بيربط ما بين الطب والحياه والدين؟ بدأت ازاي معاك الحكاية دي؟ خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع الأستاذ الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين في حوارنا مع الاستاذ الدكتور حسام موافي، استاذ طب الحالات الحرجه وجابر الخواطر والطبيب الفيلسوف وحاجات تانية كتير. اهلا بيك مره تانية يا دكتور. قول لي الحالات اللي ما تنساهاش ايه، يعني في تعاملك بقى مع الحالات الحرجه؟ في حاله ما انساهاش، عمري ما هنساها يعني، وده كرم ربنا على المريض. كان جالي مريض وجع في صدره وكده، فعملنا رسم قلب طلع فيه تغيرات، عملنا قسطره طلع محتاج قلب مفتوح. عملنا القلب المفتوح، بعد 21 يوم حس ان في دم في البراز، فراح للجراح قال له لا ما تقلقش، انا كاتب لك مسيلات اسبرين وكذا وكذا فما تقلقش. فجالي قلت له لا انا اقلق، لازم منظار. عملنا منظار طلع سرطان في القولون. خلي بالك انه هيعمل عمليه سرطان في القولون بعد 21 يوم من قلب مفتوح، من قلب مفتوح. يعني هو دلوقتي في اتم صحه. بس حاله قلت سبحانك الله، ده عمل قلب مفتوح عشان يكتشف السرطان، عشان يكتشفه، لان لو ما كانش خد الاسبرين ما كانش نزف. الاسبرين خلى الورم ينزف. تخيلي شوف ايه اللي يعني كل واحد يقول الحمد لله على اي شيء تجيله. من خلال شغل حضرتك شفت اكيد حاجات كتير بتدل على قدره ربنا، يعني انا اتذكر هقولها سريعا برضو، يعني احد الاصدقاء يعني كان ابنها تعرض برضو لحادثه كبيره جدا جدا وقعد في غيبوبه يعني فتره، والحقيقه انه بعد كده قالوا لها انه اكتشفوا حاجة تانية يعني أثناءها، فالدكتور قال لها ده ربنا عمل كده علشان تكتشفي المشكلة التانية اللي موجودة عندك. كتيرة جدا كتيرة جدا، دي حاجات بتشوفوها كأطباء يا دكتور. يعني أقول لحضرتك حاجة، اللي أنا بقالي 28 سنة عناية مركزة، فبشوف اللي بيتوفى، فأنا جت في بالي كده فكرة أشوف وشه، فلقيت نوعين لا ثالث لهم، واحد مبتسم جدا وهو يتوفى، كأنه يعني سعادة الدنيا فيه، واحد مكشر وعامل حاجة فظيعة جدا. قلت سبحان الله، اختيار ربنا سبحانه وتعالى لألفاظ القرآن. بص اللفظ اللي ربنا اختاره ربطها بإيه بقى؟ باللفظ اللي اتقال في المصحف. ربنا قال ليه كل نفس ذائقة الموت. هو داقه ايه؟ داقه عسل ولا مر؟ قدام عيني، ده قدام عيني في واحد مبتسم جدا كأنه بياكل عسل. بس اختيار اللفظ كل نفس، طب ما كان ممكن ربنا كل نفس ستموت، وفعلا دي حقيقة انه كل نفس اختار لفظ لما تجيبي مين عشان يفسر اللي احنا بنشوفه. بتشوفه يعني حضرتك بتشوفي واحد كأنه علقم، الموت بالنسبة له علقم ومكشر جدا ومتنرفز وبيشتم، والتاني سعيد سعادة. فقلت سبحان الله، كل نفس ذائقة الموت، ده داءه حلو فراولة بكريم شانتيه، وده داء وحش والعياذ بالله. لما بتقول ان الطبيب مش معالج بس لكن حكيم، بتقصد ايه يا دكتور؟ هقول لحضرتك ايه بالظبط، دي حلوه جدا جدا، السؤال ده جميل. يعني افرضي جالك واحد 95 سنه ومحتاج قلب مفتوح، الدكتور هيعمله، لكن الحكيم هيقول له كمل عمرك كده، لا داعي للعك. يعني هو ده الفرق بين الطب والحكمه. النقابه بتاعتها اسمها دار الحكمه، ما اسمهاش دار نقابه الاطباء خالص، اسمها دار الحكمه. زمان جدي لما كان يبقى واحد فينا تعبان والدكتور يوصل يقول لك الحكيم جه، كلمه دكتور دي صح. يعني حاصل على الدكتوراه، حاصل على الدكتوراه. يعني ممكن تلاقي دكتور في كليه الاداب، كليه التجاره، كليه الحقوق، فكلمه دكتور انا لا تسعدني، انما حكيم تسعدني جدا، لان مفروض الدكتور، المفروض الحكيم يعني يستخدم مخه في الحكمه. ست حامل وعندها كذا، هيضحي بالام ولا بالجنين؟ قمه الحكمه. موت جذع المخ، اطفي الجهاز ولا سيبه؟ على فكره احنا ما خدناش قرار الى الان، لان ده عايز قرار ديني وقانوني احنا لحد دلوقتي عندنا المعضله دي، مش قادرين ناخد فيها قرار، عندنا معضله. ناس بتخرب بيتها، يعني تلاقي واحد ميت سنين، ميت سنين على الاجهزه، مثلا 6-7 اشهر على جهاز تنفس صناعي. عملنا اجتماعات شهور كتيرة. بس ولا في ناس ممكن بتقعد سنين؟ في واحد اقصى واحد في امريكا قعد 8 سنين. لان انا سمعت اقصى واحد. تخيلي بقى لو في اليوم مثلا باسعار دلوقتي 4000 جنيه اليوم، اظن ده هيبيعوا كل اللي حيلته. ولذلك انا وبيفضل الالم مستمر لدى الاسره. يعني كمان هقول لحضرتك حاجه، انا كنت زمان بشتغل في قسم الكلى وانا امراض بطن مع قمم يعني. فالاستاذي رحمه الله عليه الدكتور عبد المنعم حسب الله، رحمه الله طبعا عليه، الله يرحمه، يعني علم طبعا. قعد يسعى 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 لما قدر يقنع الرئيس الراحل انور السادات بان الغسيل يبقى على نفقه الدوله، لان اللي بيغسل كلى مش ذنبه، هو جاله فشل كلوي والعمر كله هيغسل، والغسله بكذا ومش هيقدر، وخد القرار ده. الى هذه اللحظه، شوف كم سنه فاتت، من سنه 74 لهذه اللحظه، والدكتور عمان بياخد حسنات الناس دي، بياخد حسناتها، لانه قدر يقنع رئيس الجمهوريه كده. يا حبذا لو الدكتوره هلع، طبعا دي بنتي الغاليه وزيره الصحه، بنتي الغاليه، يعني لو تقتنع ان اللي يتحط على جهاز تنفس صناعي فتره وضعه على الجهاز على نفقه الدوله. وضع قدر، عدى ما عداش، الاسره ما تخربش بيتها لحد ما يتم الفصل فيها دينيا. يا ريت تكون سامعاني وتعمل دراسه جدوى، في كام جهاز تنفس صناعي في مصر، كام منهم شغال، طب اليوم بكام، طب طبعا هنعمل الارقام ايه. يا ريت لو الدكتوره هلا عملت كده فعلا هتريحنا. اولا ساعات هقول لحضرتك يعني حاجه مؤسفه، يعني يسيب ابوه على جهاز تنفس صناعي ويختفوا كلهم، الاسره كلها تختفي، وما بي ما ما يجوش، ما يجوش، وما يدفعوش، عارفين انه ميت. هو عارفين انه في موت جذع مخ، وده في بعض الناس ما يجوش يستلم الجثه كمان. وبعدين مشاكل بقى في المستشفيات اللي هي بفلوس، مستشفيات مجانيه مفيش مشكله خالص، انما يا ريت يدرس زي غسيل الكلى، الفتره اللي ساعه انا يوم السبت حطيت على جهاز تنفس صناعي وشلت يوم الخميس، الفتره دي مجانا. لان هو ملوش ذنب فيها. ان شاء الله يكون صوت حضرتك وصل يا دكتور. طبعا لا أنا احنا متاكدين ان هو هيوصل، والسيده وزيره الصحه باذن الله تدرس هذا الامر. انا من اكثر المعجبين بنشاطها فعلا. والله والله انا بحلف بالله وربنا شاهد عليا، لا بجامل حد ولا اي حاجه. احسن ما اتعمل في مصر مليون صحه، حمله مليون صحه، مبادره 100 مليون صحه. احسن ما اتعمل في مصر. عندنا هنا في العياده حضرتك تعالي شوفي يوميا كم واحد بيقول لي انا اكتشفت ان عندي سكر من خلال المبادره. تخيلي ده كان هيعيش عمره ويجي لي بمضاعفات، برجلي فيها مصيبه ولا قلبي فيه مصيبه وما يعرفش ان عنده سكر. كم واحد جالي يقول لي انا اكتشفت ان عندي ضغط. المبادره دي افضل ما تم لصحه المصريين. من المبادرات الرئاسيه دي الحقيقه احنا شفنا فيما يخص مجال الصحه اكتر من مبادره، 100 مليون صحه، فيروس الثدي، السرطان الثدي، السمنه والتقزم. شايف اهميه المبادرات دي وانه يكون يعني القياده السياسيه مهتمه بيها، وطبعا الجهود اللي بتقوم بيها وزاره الصحه. اولا هي لها شقين، شق القضيه السياسيه ما شاء الله انها تفكر بهذا. نمره 2 الولاء، هي بتخلق ولاء في الشعب ان هو الدولة اللي بتحميه من ايه؟ من افظع حاجة ربنا خلقها وهي المرض. يعني الولاء ده يعني من اهم الحاجات اللي يا ريت المدارس كلها تهتم بيه. لان دلوقتي في نسبة ناس بتسيب مصر، نسبة كبيرة جدا. وده حاجة بتحزنك يا دكتور حسام لما بتقطع قلبي. والله بتقطع قلبي لما الاقي ولد طالع من الاوائل ومش عايز يتعين في القصر العيني وعايز يسافر بره قلت له خلي بالك انت مره مهما عملت انت سكند مان، انت راجل تاني، انما في بلدك هتبقى راجل اول. كتير ما بيقتنعش وفي ناس بتقتنع ما شاء الله يعني. طيب عايز ارجع للمستشفيات الخاصه، الاطباء دلوقتي شايف ازاي بعض المستشفيات وفكره انه الطب عندهم بيكون يعني وسيله للمكسب. طبعا ما نقدرش ابدا نعمم، لكن موجود للاسف، ده موجود. وانا عارفه ان حضرتك بالعكس انت واخد العكس تماما من هذا الاتجاه، وخليني اقول انه في احدى العيادات اللي حضرتك موجود فيها يعني الكشف حاجه زهيده جدا. يعني انا هجاوب حضرتك بقى كويس جدا جدا. 50 جنيه يعني معلش انا لازم اقول هقول لك بس حاجه مهمه جدا جدا يعني. الطب مهنه انسانيه ولا اكل عيش؟ المفروض تكون انسانيه. طب ويعيش ازاي؟ لا انسانيه بس مهنه في النهايه. لا انا عايز اجابه. الطب مهنه انسانيه ولا اكل عيش؟ وليه ما ينفعش تبقى الاثنين؟ يعني يعيش كويس. انا هجاوبك بقى اللي هي الاثنين دي. هيعيش كويس ازاي؟ ما هو لازم ياخد كشف. طبعا لازم. في العمل كويس. اذا هي مش انسانيه. فانا بجاوب للولاد الصغيرين اللي خريجين كليه الطب بقول لهم الطب مهنه انسانيه عند اللزوم. لازم تبقى انسان. جات لك واحده ارمله وما معاها وبتربي ولادها وكشفك، حط الكشف اللي انت عايزه نمره 1 يعني، بس ترجع لها كشفها ومحتاجه عمليه وما معاش فلوس تعملها لها. حادثه في الشارع وقدام مستشفى خاصه ياخدوها. انسانيه عند اللزوم. انما هو اكل عيش، هو الطب اكل عيش. ولكن مش عيب، ولكن المبالغه في اتعابي انا اعتبره اقصر الطرق الى جهنم. والله المبالغه في الاتعاب، او انه يعمل شيء وهو العيان مش محتاجه. يركب دعامه والعيان مش عايز. طبعا بفضل الله ان ده قليل جدا، ده مش قاعده. انا بحلف للطلبه اقول لهم اقسم بالله العظيم الحرامي اللي في الاتوبيس اللي حط ايده وشرق محفظتك اشرف من دكتور عمل حاجه ملهاش لازمه. والله اشرف منه. لماذا؟ الراجل ده مساله بشغل يقول لي انا حرامي. انما ده اللي مساله ايه؟ ده بتشغل انا دكتور. لا انت مش دكتور. والحمد لله بفضل الله انهم عدد قليل بيتعدى على صوابع ايد واحده اللي بيعملوا كده. لكن في كل مهنه هتلاقي ناس شاذه والفلوس بتعميهم. والناس ما تعرفش ان الفلوس دي قنابل زمنيه. قنابل زمنيه. ممكن تنفجر في ابنه. ممكن كل الفلوس دي يبقى عايز ضعفها، الفلوس الحرام او الفلوس اللي هي ما تستحقهاش، اللي هو جمعها دي ممكن تنفجر في ابنه، يبقى ابنه عنده مرض والفلوس اللي معاه دي كلها مش كفايه عشان يعمل له عمليه او ياخد علاج او كده. فالحمد لله القناعه زي ابائنا معلمونا. هو في ناس دخلت الطب وحلف على المصحف لازم يبقى مليونير، وده غلط طبعا، غلط. ازاي بتقدر توزن ما بين ان هو مهنه واكل عيش؟ انا بعمل كده. ما انا بسال ازاي حضرتك بتعمل ده، وما بين انه عند اللزوم لا انا في النهايه انسان. هو انت اولا واخيرا انسان، وعندي كتير جدا تيجي ست او راجل غير قادر ياخد كشفه وممكن يتساعد كمان انه يجيب التوبه. بس هي الحمد لله دلوقتي بفضل الله ان الدوله متكفله، يعني احنا بنعمل اساطر في القصر العيني كلها مكان، كلها بقرارات علاج على نفقه الدوله. وانا يعني الحمد لله ان احنا ماشيين بسرعه جدا في توفير اسطره تانيه، عشان الكلمه اللي بنسمعها يقول لك البقاء لله، اما نيجي نطلب عيان يقول لك البقاء لله عشان اتاخرنا عليه. فاحنا الحمد لله بفضل الله الدوله ماشيه سليم جدا في اتجاه التعليم والصحه. خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع مع جبر الخواطر. ايه حكايه جبر الخواطر؟ ليه بتعتبرها عباده؟ ونتكلم بقى على ابرز الامراض اللي بتواجهنا، بتشوفها ازاي، بتنصح الناس يتعاملوا معاها ازاي دكتور حسام؟ ولكن بعد هذا الفاصل مع الاستاذ الدكتور حسام موافي، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين في حوارنا مع الاستاذ الدكتور حسام موافي، استاذ طب الحالات الحرجه وجابر الخواطر والطبيب الفيلسوف وحاجات تانية كتير. اهلا بيك مره تانية يا دكتور. قول لي الحالات اللي ما تنساهاش ايه، يعني في تعاملك بقى مع الحالات الحرجه؟ في حاله ما انساهاش، عمري ما هنساها يعني، وده كرم ربنا على المريض. كان جالي مريض وجع في صدره وكده، فعملنا رسم قلب طلع فيه تغيرات، عملنا قسطره طلع محتاج قلب مفتوح. عملنا القلب المفتوح، بعد 21 يوم حس ان في دم في البراز، فراح للجراح قال له لا ما تقلقش، انا كاتب لك مسيلات اسبرين وكذا وكذا فما تقلقش. فجالي قلت له لا انا اقلق، لازم منظار. عملنا منظار طلع سرطان في القولون. خلي بالك انه هيعمل عمليه سرطان في القولون بعد 21 يوم من قلب مفتوح. يعني هو دلوقتي في اتم صحه. بس حاله قلت سبحانك الله، ده عمل قلب مفتوح عشان يكتشف السرطان، عشان يكتشفه، لان لو ما كانش خد الاسبرين ما كانش نزف. الاسبرين خلى الورم ينزف. تخيل هيشوف ايه اللي يعني كل واحد يقول الحمد لله على اي شيء تجيله. من خلال شغل حضرتك شفت اكيد حاجات كتير بتدل على قدره ربنا، يعني انا اتذكر هقولها سريعا برضو، يعني احد الاصدقاء يعني كان ابنها تعرض برضو لحادثه كبيره جدا جدا وقعد في غيبوبه يعني فتره، والحقيقه انه بعد كده قالوا لها انه اكتشفوا حاجه تانية يعني اثناءها، فالدكتور قال لها ده ربنا عمل كده علشان تكتشفي المشكله التانية اللي موجوده عندك. كتيره جدا كتيره جدا دي حاجات بتشوفوها كاطباء يا دكتور. يعني اقول لحضرتك حاجه، اللي انا بقالي 28 سنه عنايه مركزه، فبشوف اللي بيتوفى، فانا جت في بالي كده فكره اشوف وشه، فلقيت نوعين لا ثالث لهم. واحد مبتسم جدا وهو يتوفى كأنه يعني سعادة الدنيا فيه، واحد مكشر وعامل حاجة فظيعة جدا. قلت سبحان الله، اختيار ربنا سبحانه وتعالى لألفاظ القرآن. بصي اللفظ اللي ربنا اختاره ربطها بإيه بقى؟ باللفظ اللي اتقال في المصحف. ربنا قال ايه؟ كل نفس ذائقة الموت. هو داقه ايه؟ داقه عسل ولا مر؟ قدام عيني، ده قدام عيني في واحد مبتسم جدا كانه بياكل عسل. بس اختيار اللفظ كله، طب ما كان ممكن ربنا كل نفس ستموت، وفعلا دي حقيقه انه كل نفس اختار لفظ لما تجيبي مين عشان يفسر اللي احنا بنشوفه. يعني حضرتك بتشوفي واحد كانه علقم الموت بالنسبه له علقه، ومكشر جدا ومتنرفز وبيشتم، والتاني سعيد سعاده. فقلت سبحان الله، كل نفس ذائقه الموت، ده داءه حلو فراوله بكريم شانتيه، وده داءه وحش والعياذ بالله. لما بتقول ان الطبيب مش معالج بس لكن حكيم، بتقصد ايه يا دكتور؟ هقول لحضرتك ايه بالظبط، دي حلوه جدا جدا، السؤال ده جميل. يعني افرضي جالك واحد 95 سنه ومحتاج قلب مفتوح، الدكتور هيعمله، لكن الحكيم هيقول له كمل عمرك كده، لا داعي للعك. يعني هو ده الفرق بين الطب والحكمه. النقابه بتاعتها اسمها دار الحكمه، ما اسمهاش دار نقابه الاطباء خالص، اسمها دار الحكمه. زمان جدي لما كان يبقى واحد فينا تعبان والدكتور يوصل يقول لك الحكيم جه، كلمه الدكتور دي يعني حاصل على الدكتوراه، حاصل على الدكتوراه. يعني ممكن تلاقي دكتور في كليه الاداب، كليه التجاره، كليه الحقوق، فكلمه دكتور انا لا تسعدني، انما حكيم تسعدني جدا، لان المفروض الدكتور، المفروض الحكيم يعني يستخدم مخه في الحكمه. ست حامل وعندها كذا، هيضحي بالام ولا بالجنين؟ قمه الحكمه. موت جذع المخ، اطفي الجهاز ولا سيبه؟ على فكره احنا ما خدناش قرار الى الان، لان ده عايز قرار ديني وقانوني احنا لحد دلوقتي عندنا المعضله دي، مش قادرين ناخد فيها قرار، عندنا معضله. ناس بتخرب بيتها، يعني تلاقي واحد ميت سنين، ميت سنين على الاجهزه، مثلا 6-7 اشهر على جهاز تنفس صناعي. عملنا اجتماعات شهور كتيرة. بس ولا في ناس ممكن بتقعد سنين؟ في واحد اقصى واحد في امريكا قعد 8 سنين. لان انا سمعت اقصى واحد. تخيلي بقى لو في اليوم مثلا باسعار دلوقتي 4000 جنيه اليوم، اظن ده هيبيعوا كل اللي حيلته. ولذلك انا وبيفضل الالم مستمر لدى الاسره. يعني كمان هقول لحضرتك حاجه، انا كنت زمان بشتغل في قسم الكلى وانا امراض بطن مع قمم 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 يعني. فالاستاذي رحمه الله عليه الدكتور عبد المنعم حسب الله، رحمه الله طبعا عليه. الله يرحمه، يعني علم طبعا. قعد يسعى 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 لما قدر يقنع الرئيس الراحل انور السادات بان الغسيل يبقى على نفقه الدوله، لان اللي بيغسل كلى مش ذنبه، هو جاله فشل كلوي والعمر كله هيغسل، والغسله بكذا ومش هيقدر، وخد القرار ده. الى هذه اللحظه، شوف كم سنه فاتت، من سنه 74 لهذه اللحظه، والدكتور عمان بياخد حسنات الناس دي، بياخد حسناتها، لانه قدر يقنع رئيس الجمهوريه كده. يا حبذا لو الدكتوره هلع، طبعا دي بنتي الغاليه وزيره الصحه، بنتي الغاليه، يعني لو تقتنع ان اللي يتحط على جهاز تنفس صناعي فتره وضعه على الجهاز على نفقه الدوله. وضع قدر، عدى ما عداش، الاسره ما تخربش بيتها لحد ما يتم الفصل فيها دينيا. يا ريت تكون سمعاني وتعمل دراسه جدوى، في كام جهاز تنفس صناعي في مصر؟ كام منهم شغال؟ طب اليوم بكام؟ طب طبعا هنعمل الارقام ايه؟ يا ريت لو الدكتوره هلا عملت كده فعلا هتريحنا. اولا ساعات هقول لحضرتك يعني حاجه مؤسفه، يعني يسيب ابوه على جهاز تنفس صناعي ويختفوا كلهم، الاسره كلها تختفي، وما بي ما 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 يجوش ما يجوش ما يدفعوش، عارفين انه ميت. هو عارفين انه في موت جذع مخ، وده في بعض الناس ما يجوش يستلم الجثه كمان. وبعدين مشاكل بقى في المستشفيات اللي هي بفلوس، مستشفيات مجانيه مفيش مشكله خالص، انما يا ريت يدرس زي غسيل الكلى، الفتره اللي ساعه انا يوم السبت حطيت على جهاز تنفس صناعي وشلت يوم الخميس، الفتره دي مجانا، لان هو ملوش ذنب فيها. ان شاء الله يكون صوت حضرتك وصل يا دكتور. طبعا لا انا احنا متاكدين ان هو هيوصل، والسيده وزيره الصحه باذن الله تدرس هذا الامر. انا من اكثر المعجبين بنشاطها فعلا، والله والله انا بحل بالله وربنا شاهد عليا، لا بجامل حد ولا اي حاجه. احسن ما اتعمل في مصر مليون صحه، حمله مليون صحه، مبادره 100 مليون صحه. احسن ما اتعمل في مصر. عندنا هنا في العياده حضرتك تعالي شوفي يوميا كم واحد بيقول لي انا اكتشفت ان عندي سكر من خلال المبادره، من خلال المبادره. تخيلي ده كان هيعيش عمره ويجي لي بمضاعفات، برجلي فيها مصيبه ولا قلبي فيه مصيبه وما يعرفش ان عنده سكر. كام واحد جالي يقول لي انا اكتشفت ان عندي ضغط، المبادرة دي أفضل ما تم لصحة المصريين. المبادرات الرئاسية دي الحقيقة احنا شفنا فيما يخص مجال الصحة أكتر من مبادرة، 100 مليون صحة، فيروس الثدي، السرطان الثدي، السمنة والتقزم. شايف أهمية المبادرات دي وإنه يكون يعني القيادة السياسية مهتمة بيها، وطبعا الجهود اللي بتقوم بيها وزارة الصحة. أولا هي لها شقين، شق القضية السياسية ما شاء الله إنها تفكر بهذا. نمرة 2 الولاء، هي بتخلق ولاء في الشعب ان هو الدولة اللي بتحميه من ايه؟ من افظع حاجة ربنا خلقها وهي المرض. يعني الولاء ده يعني من اهم الحاجات اللي يا ريت المدارس كلها تهتم بيه، ان دلوقتي في ناس بتسيب مصر، نسبة كبيرة جدا. وده حاجة بتحزنك يا دكتور حسام لما بتقطع قلبي. والله بتقطع قلبي لما الاقي ولد طالع من الاوائل ومش عايز يتعين في القصر العيني وعايز يسافر بره قلت له خلي بالك، انت مره مهما عملت انت سكند مان، انت راجل تاني، انما في بلدك هتبقى راجل اول. كتير ما بيقتنعش، وفي ناس بتقتنع ما شاء الله يعني. طيب عايز ارجع للمستشفيات الخاصه، الاطباء دلوقتي شايف ازاي بعض المستشفيات وفكره انه الطب عندهم بيكون يعني وسيله للمكسب؟ طبعا ما نقدرش ابدا نعمم، لكن موجود للاسف، ده موجود. وانا عارفه ان حضرتك بالعكس انت واخد العكس تماما من هذا الاتجاه، وخليني اقول انه في احدى العيادات اللي حضرتك موجود فيها يعني الكشف حاجه زهيده جدا. يعني انا هجاوب حضرتك بقى كويس جدا جدا. 50 جنيه يعني معلش انا لازم اقول هقول لك بس حاجه مهمه جدا جدا يعني. الطب مهنه انسانيه ولا اكل عيش؟ المفروض تكون انسانيه. طب ويعيش ازاي؟ لا انسانيه بس مهنه في النهايه. لا انا عايز اجابه، الطب مهنه انسانيه ولا اكل عيش؟ وليه ما ينفعش تبقى الاثنين؟ يعني يعيش كويس. انا هجاوبك بقى اللي هي الاثنين دي. هيعيش كويس ازاي؟ ما هو لازم ياخد كشف طبعا، لازم في العمل كويس. اذا هي مش انسانيه. فانا بجاوب للولاد الصغيرين اللي خريجين كليه الطب، بقول لهم الطب مهنه انسانيه عند اللزوم. عند اللزوم لازم تبقى انسان. جات لك واحده ارمله وما معاها وبتربي ولادها، وكشفك حط الكشف اللي انت عايزه نمره واحد يعني، بس ترجع لها كشفها، ومحتاجه عمليه وما معاش فلوس تعملها لها، حادثه في الشارع وقدام مستشفى خاصه ياخدوها. انسانيه عند اللزوم، انما هو اكل عيش، هو الطب اكل عيش. ولكن مش عيب، ولكن المبالغه في اتعابي انا اعتبره اقصر الطرق الى جهنم. والله المبالغه في الاتعاب، او انه يعمل شيء وهو العيان مش محتاجه. يركب دعامه والعيان مش عايز. طبعا بفضل الله ان ده قليل جدا، قليل جدا، ده مش قاعده. انا بحلف للطلبه اقول لهم اقسم بالله العظيم الحرامي اللي في الاتوبيس اللي حط ايده وشرق محفظتك اشرف من دكتور عمل حاجه ملهاش لازمه. والله اشرف منه. لماذا؟ الراجل ده مساله بشغل يقول لي انا حرامي. انما ده اللي مساله ايه؟ ده بتشغل انا دكتور، لا انت مش دكتور. والحمد لله بفضل الله انهم عدد قليل بيتعدى على صوابع ايد واحده اللي بيعملوا كده. لكن في كل مهنه هتلاقي ناس شاذه والفلوس بتعميهم، والناس ما تعرفش ان الفلوس دي قنابل زمنيه. ممكن تنفجر في ابنه. ممكن كل الفلوس دي يبقى عايز ضعفها. الفلوس الحرام او الفلوس اللي هي ما تستحقهاش، اللي هو جمعها دي ممكن تنفجر في ابنه. يبقى ابنه عنده مرض والفلوس اللي معاه دي كلها مش كفايه، عشان يعمل له عمليه او ياخد علاج او كده. فالحمد لله القناعه 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 زي ابائنا معلمونا. هو في ناس دخلت الطب وحلف على المصحف لازم يبقى مليونير، وده غلط طبعا، غلط جدا. ازاي بتقدر توزن ما بين ان هو مهنه واكل عيش؟ انا بعمل كده. ما انا بسال ازاي حضرتك بتعمل ده، وما بين انه عند اللزوم لا انا في النهايه انسان. هو انت اولا واخيرا انسان، وعندي كتير جدا تيجي ست او راجل غير قادر ياخد كشفه، وممكن يتساعد كمان انه يجيب الدواء. بس هي الحمد لله دلوقتي بفضل الله ان الدوله متكفله. يعني احنا بنعمل اساطر في القصر العيني كلها مكان، كلها بقرارات علاج على نفقه الدوله. وانا يعني الحمد لله ان احنا ماشيين بسرعه جدا في توفير اسطره تانيه، عشان الكلمه اللي بنسمعها يقول لك البقاء لله، اما نيجي نطلب عيان يقول لك البقاء لله عشان اتاخرنا عليه. فاحنا الحمد لله بفضل الله الدوله ماشيه سليم جدا في اتجاه التعليم والصحه. خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع مع جبر الخواطر. ايه حكايه جبر الخواطر؟ ليه بتعتبرها عباده؟ ونتكلم بقى على ابرز الامراض اللي بتواجهنا، بتشوفها ازاي، بتنصح الناس يتعاملوا معاها ازاي دكتور حسام؟ ولكن بعد هذا الفاصل مع الاستاذ الدكتور حسام موافي، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين في حوارنا مع الاستاذ الدكتور حسام موافي، استاذ طب الحالات الحرجه بكليه طب قصر العيني. اهلا بيك مره ثانيه يا دكتور حسام. دكتور حسام بتنظم محاضرات مجانيه لطلابك كل يوم جمعه، ما شاء الله بقى لك 43 سنه السنه دي. بقى لي 43 سنه السنه دي، حد وخميس، بقت حد وخميس. غيرت الايام؟ لا، هم الطلبه مواعيد الامتحانات اتغيرت فاحتاجوا مرتين في الاسبوع. وانا يعني نفذت وعلى حساب وقتي، يعني انت عارف حضرتك الواحد كبر، ربنا يديك، لكن الا التدريس. طب احلف لك على ايه؟ عشان من غير حلفان، من غير حلفان طبعا، اقسم بالله العظيم وانا داخل المدرج المجاني والاقي 2000 طالب مستنيني، اسعد عندي من وانا داخل عيادتي اللي فيها فلوس. طبعا لان الناس جايه لك طلبا للعلم، مش لاي حاجه ثانيه. لا، بسعادتي، سعادتي ان انا ادرس فعلا للطلبه دول. حضرتك انا مفيش دكتور في مصر اللي يقول لك ده استاذي. كانوا بيجوا من طنطا، الازهر، عين شمس، وخناقات مين اللي يقعد الاول فالحمد لله، الحمد لله كويس جدا. الشرايط عاملين سيديهات هم للي مثلا في اسيوط ما يقدرش يجي، حضرتك هتلاقي السيديهات كده. فالحمد لله بفضل الله ان امراض البطنه، يعني انا خدت اسمي من التلامذه. اللي علمتهم، خدت اسمك من التلامذه، من تلامذتي. هم اللي عملوا لي اسم، ولولاهم انا ما كنتش خدت الاسم ده بتاتا والله. هم اللي يعني عملوا حاجه اسمها حسام موافي. ده تواضع ده يا دكتور؟ لا خالص، ده حقيقه، ده حقيقه. هم اللي عملوا هذا الاسم، لانهم رددوا الاسم وفهموا وبقوا يجيبوا امتياز. يعني تلاقي الدفعه اللي حضروا بيجيبوا تقدير عالي جدا في البطن. واصلا انا بحب اشرح بطن، بحب اشرحها يعني بمزاج. ايه اللي بتبقى حريص انك تعلمه لهم في المحاضرات المجانيه دي؟ الاخلاق. رغم انها محاضره طبيه، لكن الاخلاق في النص كده، كشفك كام وتعمل ايه، ولما تجيلك ست تعمل ايه، ولما يعني يجيلك واحد فقير وارمله، كل الكلام ده. لا، ده مهم جدا جدا. وكيف تقف في اوضه العمليات، و يعني بقول لهم حاجات كتيرة، حاجات لو جمعتها تطلع كويسة. يعني ايه حكاية حضرتك مع جبر الخواطر يا دكتور؟ بصي حضرتك، انا اقول لك حاجة. انا في احد رجال الدين طلبني، مش الاسم المتداول، مش هو، مش الشيخ الشعراوي زي ما كانوا بيقولوا، لا خالص. انا ما عمري ما شفته، ما قابلتوش زي ما كان بيقول خالص خالص. الشيخ الشعراوي توفى وانا مدرس، كنت لسه صغير يعني. فكان هو رجل، احنا اول حاجة اتعلمناها في كلية الطب واحنا لسه بيبي، ما تقولش اسم العيان. عيب لما اقعد اقول انا كشفت على فلان، افتخر طبعا انا كشفت على فلان وبفشي اسراره. اول سؤال هتسال عنده ايه؟ فاحنا متعودين كده. فانا ما نطقتش باسمه، والى هذه اللحظه الناس ما تعرفش مين هو. انما المهم هو كلمني قال لي جالك العياده، قلت له لا، تيجي لي العياده هتقلب العياده. هو راجل عالم يعني، وما يصحش. قعدنا نتخانق بتاع 5 دقايق، قلت له انا هجي لك. فاخدت عنوانه ورحت له وقعدت معاه وكشفت عليه، متشكرين وطلع كويس الحمد لله بفضل الله، متشكرين. ماشي، قلت له ماشي ايه ده؟ اقعد بقى، انا مش هاخد فلوس هتعلم منك بقى. ما قلتلوش ايه افضل العبادات، لان العبادات معروفه، صلاه وصوم وزكاه وحج قلت له افضل الاعمال ايه؟ بعد العبادات. قال لي قول انت. قلت له ما اعرفش. قال لي فكر كده. قلت له مثلا نزود في الزكاه، قال لي ما هي عباده. صح. قيام الليل، قال لي عباده. اصوم 2 وخميس، قال لي عباده. قال لي افضل عمل تعمله يا دكتور حسام تكبر خاطر واحد. الله. فقلت له انا ما انا استاذ في كليه الطب، لا اقبل كلام الا بدليل. اما بقول لواحد انت عندك سل بالتحليل، انت عندك ورم بالتحليل، فلا اقبل كلام الا بادله. جاب لي 16 دليل من القرآن والوقت خلص ومشيت قبل ما يكمل. ياه. تك 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 لقيت ان احنا ده القرآن كله جبر خاطر. ده كله. فحتى قال لي مثل جميل جدا جدا. قال لي مين اللي حدد القبلة؟ قلت له ربنا. هو اللي هيحدد القبلة نصلي ازاي؟ قال لي فلنولينك قبلة ترضاها مش ارضاها. بيجبر خاطر سيدنا محمد. بيجبر خاطر سيدنا محمد الله. بآية إن القبلة عشان خاطرك ترضاها. وقال كتير حاجات كتير. مين ألعن واحد في الدنيا؟ مش اللي يكذب بالدين، في ألعن منه؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم جبر خاطر ولا يحض على طعام ولا يحط على جبر خاطر. المصلين جبر من ثلاثة، المصلين جبر مع اتنين جبر خاطر. فالمهم سمعت الدرس واستوعبته وقررت تطبقه في حياتك. قلت هطبقه. كان ده يوم أربعة، فاكر كويس جدا، من حوالي 12 أو 13 سنة. يوم الخميس كان مولد النبي عليه الصلاة والسلام، كان أجازة. فلقيت التليفون بيضرب الأرضي مش الموبايل. لقيت جاري بيقول لي خالة مراتي سنها 92 سنة دخلت عندك بالليل العناية المركزة بتاعتك اللي في القصر العيني. بص الكلمة بقى، جبر خاطر بعدي عليها. قال لي أنا عارف النهارده إجازة. قلت له حاضر. قفلت السكة ونسيت. نسيت خالص الموضوع ده ونمت. صحيت الساعة 10 الصبح لابس تي شيرت وجينز، أنا إجازة، ونزلت وسط البلد أشتري حاجات كتيرة كده. أنا ساكن في الشيخ زايد. في ميدان لبنان افتكرت الكلمة. جبر خاطر بعدي عليها. افتكرت الكلمة. رحت لافف وراجع على القصر العيني. كان الاسانسير عطلان. طلعت السلم الرابع. انت عارفه حضرتك ان التوقيت وعلاج جلطة القلب اهم حاجة فيه الزمن. يعني لو جال لا قدر الله اي واحد من اللي سمعنا الم في صدره وتعالج بعدها ب5 دقايق غير 10 دقايق غير ساعة غير ساعتين غير 3، كل ما الوقت قل كل ما تنقذ المريض. عشان كده انا بناشد والله من قلبي اللي بيقفوا قدام عربيه الاسعاف، والله يا اخوانا الدقيقه بتفرق. صح. وما تقعدش تقول يمكن بيعمل استرينا وفاضي، انا ما دخلتش في علم ربنا سيبه يعدي وخلاص. صح. والله الدقيقه تفرق. فانا رحت اجبر خاطر واحده 92 سنه داخل القسم، جالي جلطه في القلب اتعالجت بعد دقيقه. سبحان الله. دقيقه عشان رايح تجبر بخاطرها. انا رايح اجبر خاطرها، ربنا جبر خاطرها انا وانقذ حياتي. خدت الدواء المسيل للجلطه اللي عمل لي القساره ابني، كان واقف لقيت دموعه نازله بيقول لي انت عديت ازاي؟ سبحان الله. ده جلطتين، واحده يعني يتموت. جبر الخاطر يعني نصيحه. لا اقول لك قصه ثانيه جميله جدا. كنا بنحج السنه دي واحرمنا من المدينه، واقفين في المطار لقيت ست جايه بسرعه كده بتقول لي انت الدكتور حسام موافي؟ قلت لها اه. قالت انت بتاع جبر الخاطر؟ قلت لها اه، قصه جبر الخاطر دي بتاعتي يعني. قالت لي انا هحكي لك قصه لازم الناس كلها تسمعها. ابنها عنده ست شغاله في البيت مش مصريه، حست بكلكعه في صدرها، فابنها قال لها انا هرجعها بلدها. قالت له يا ابني حرام مش عارف ايه ونجبر خاطرها. قال لها ما عنديش وقت. راحت حجزت لها من وراه في اغلى مركز في مصر، هم ناس ميسورين يعني، بيعمل الاشعه والعينه في وقت واحد عشان كده غالي جدا. بتكلموا معاتها 11، بتكلموا 11 لورا. قال لها الست دي بتحمي الولاد مش فاضيين للكلام ده. فجت 11 فلوس هتروح عليها ودافعه مبلغ. راحت عامله هي الممرضه ما تخشي انت، طلع عندها سرطان بيبدأ. والله العظيم. وبتحكي لي وهي بتعيط. قلت لها شفتي بقى جبر الخاطر عمل معاكي ايه؟ فجبر الخاطر مهم جدا طبعا. القصه انتشرت على كان نار في الهشيم. ربنا يكرمها ويكرم حضرتك. دايما بتعمل هذا الربط ما بين الطب وما بين الحياة والدين. الحكاية دي بدأت مع حضرتك ازاي؟ بدأت معايا لما ابويا رحمة الله عليه بقول له ايه افضل العبادات فعلا بقى، ده كان ابويا بقى ما كانش شيخ بتاع، قال لي افضل عبادة في الدنيا اعمال العقل. قال لي اعمال العقل ده مهم جدا، لو انت شغلت مخك في القرآن ده هو ده اللي ربنا عايزه منك. قال لي الصلاة ذكرى 90 مرة في المصحف، لكن أفلا يتفكرون، أفلا يبصرون، أفلا يعقلون، عدهم. اعمال العقل ده اللي خلاني ما صدقش. يعني قال لي تفسير آية، أقول له متأسف التفسير ده مش صح، وأبسطها اللي أنا قلته المية تفسير الآية اللي فيها المية دي تفسير علمي بحت، لا علاقة له بالتفسيرات. طبعا هو كان صح التفسير أياميها، هم ده تفسيرهم، انما علميا لا. فاعمال العقل حلو جدا جدا في القرآن، وهو ده اللي خلاني يعني دايما اقف عند كل آية واربطها. ولانه عندك العلم والطب فبتقدر انك تعمل يعني هذه. خلي بالك ربنا ما قالش قل رب زدني مالا، ولا قل رب زدني جاها، ولا صحة، رب زدني علما، لانه لا ينتهي. ونعم بالله، العلم لا ينتهي. ابرز الامراض اللي موجوده النهارده ايه؟ امراض العصر ايه يا دكتور؟ وده القلب. ده السؤال الاخير. شريان التاجي، شريان التاجي خطير جدا. ليه؟ بسبب نسبه المدخنين بتزيد جدا جدا، الضغط العالي ارتفع جدا، السكر عالي جدا، ثلاثه دول ثلاثي الشريان التاجي قتل. كوليسترول، ناس بتاكل بدون وعي، بتدخن بدون وعي، في تنشن غير عادي بدون سبب، فكل الحاجات دي شريان التاجي خطر جدا جدا. حضرتك احسبي كده في مصر كام واحد مركب دعامه، وكام واحد عامل قلب مفتوح، وكام واحد مطنش. تنصح الناس بايه؟ يعني علشان يكتشف ان هو عنده مشكله مثلا في القلب يعمل ايه؟ يعرف ازاي؟ الكشف الدوري حلو قوي، حتى لو ما عندوش اعراض؟ حتى ده انا اموت في العيان اللي ما عندوش اعراض، ده لسه بيبتدي. حضرتك وانس العرض ابتدى بقت كارثه، بقت مشكله كبيره جدا، ان ابتدت الامور تستفحل. انما حضرتك لو لحقتيه وهو لسه زي الفل، زي بتاع سرطان القولون ده بنقطه دم في البراز لحقناه، ده لو كنت حضرتك سبتيه واكتشفوا السنه الجايه كان اللي ورا منتشر وخلاص بقى نفكر في كيماوي ولا ايه ومالوش عمليه. لا لا لا، ده العيان البدري ده حلو جدا جدا. ايه بتقول يعني يبقى في كشف دوري او كشف كل قد ايه؟ يعني مثلا ازاي؟ هقول لحضرتك بنك، هو يتحمل البنك مسؤوليه انه يكشف الامراض اللي عندهم. طبعا الدوله مش هتقدر على كده، الدوله كتر خيرها عملت فيروس سي والضغط والسكر والسمنه، لكن مدرسه مصنع كل حته يبقى فيه اشراف طبي، والاشراف الطبي نصل بيه الى ان احنا نلقط العيان بدري. ده خلي بالك حضرتك المواطن ده قوه يعني، فخساره. اخر حاجه اسالها بقى، اخر حاجه بجد لحضرتك. طب احلفي ومالكش عليا حلفان. بتقول ان في فرق بين الرجوله والذكوره. طبعا. ايه الفرق؟ وده وعدم معرفه الفرق اثر علينا ازاي؟ طلاق زاد جدا. حضرتك ملاحظه طبعا اكيد. طلاق عالي جدا جدا. انا كنت مع الدكتوره غادة والي، ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب، من انظف الناس وانبل الناس اللي انا شفتهم، وزيره محترمه. قالت لي نسبه الطلاق قربت ل 50%، يعني كل 10 اتجوزوا 5 طلاق. هو ده الفرق بين الرجوله والذكوره، هو عكس انثى في القران ذكر، انما مش رجل. يهب لمن يشاء الاناث ويهب لمن يشاء الذكور، يبقى ده عكس ده. انما الرجل ده صفه، انا ما بقولش ست ب 100 راجل، ده صفه. رجال صدقوا ما عهد الله عليه، رجال لا تلهيهم تجاره وبيع عن ذكر الله، بيوصف راجل. فهذه المشكله، ان الولد بيبقى مدلل جدا من ابوه، بيبقى دلوعه قوي فهو ذكر. الاب والام ما وضبوش راجل يقابل مشاكل الحياه. في ناس بتكتب ايه مش فاهمها في تذكره الفرح، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، ما حدش فاهمها. والله ما حد فاهمه خالص. آية يعني معجزة، آية يعني معجزة. اللي عايز يفهم الآية دي يشوف اللي بعدها، بعد ما ربنا قال كده قال ومن آياته خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض عند ربنا جت بعد اتنين يعيشوا سوا. لو ربنا سحب المعجزة من الزواج هيعيشوا بقوانين الدنيا، لازم يتطلقوا. انت زودتي الملح، انت بتشخر بالليل، كل ده يخليها تطلقوا. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام موافي، استاذ طب الحالات الحرجه بكليه طب قصر العيني. حقيقي تشرفت بوجودي مع حضرتك واستمتعت بحوارك كالعاده. شكرا لحضرتك يا فندم. الله يحفظك. كل سنه وحضرتك طيب، وبشكركم شكرا جزيلا واشوفكم في مواجهه جديده. الى اللقاء.